ارحب بوزير الزراعه المهندس خالد حنيفات. اهلا بك سيد الوزير، وبدايه كيف تتوقعون ان ينعكس قرار تحرير مدخلات الانتاج للقطاع الزراعي على المزارع والمستهلك ايضا؟ مساء الخير سيدي. حقيقه هو القرار يعني مهم جدا، وهو مطلب للمزارعين في كافه قطاعاتنا الفرعيه سواء انتاج حيواني او انتاج نباتي، فيما لها من انعكاس على كلف الانتاج. احنا كان قرارنا بتعديل التعليمات كوزارة الزراعة مرتبط بثلاث قضايا. القضية الأولى اللي هي إلغاء الوكالة الحصرية، وبالتالي أي منتج مسجل سواء سماد أو أدوية بيطرية أو بيدات مسجل داخل الأردن، فيستطيع أي صاحب رخصة مهن في هذا القطاع أن يستوردوا ويتداولوا بالبيع والشراء. الجانب الآخر اللي هو المرتبط باعتماد بروتوكول سريع بدون أن يمر بعدة سنوات كما هو الحال في بعض المنتجات، وهذه المنتجات التي هي من إنتاج الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، كندا، أستراليا، اليابان، هذه منتجات موثوقة وليست لديها أي إشكاليات في الموثوقية، وبالتالي سيتم اعتمادها وذلك لرفع الجودة لمنتجات الإنتاج وفرضها داخل السوق الأردني. البعد الثالث والمهم هو تشجيع الاستثمار المحلي، أيضا تشكيل لجنة خاصة لتسجيل المنتج الأردني وعدم مزاحمته بالمنتجات من كافة الدول، وبالتالي هو تسريع لتسجيل المنتج الأردني دعما للاستثمار في القطاع الخاص، وهذا له دور كبير جدا إن شاء الله في خلق فرص عمل وأيضا في دعم الصناعة المحلية. نعم، لفتني من ضمن هذه المحاور الثلاث هو اعتماد بروتوكول سريع لإقرار الأسمدة. ما مدى مأمونية هكذا قرار، وهل هو قرار يعود لوزارة الزراعة منفردة بعيدة عن باقي المؤسسات كالغذاء والدواء مثلا؟ هي ليست الأسمدة، هي الأدوية البيطرية والمبيدات والأسمدة والبذار، كل منتجات الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وكندا وأستراليا واليابان منتجات موثوقة ومعروفة عالميا بجودة عالية، وبالتالي لا حاجة لإخضاعها لبروتوكول يستمر إلى عدة سنوات حتى نعترف بها من جديد. لديهم المختبرات ولديهم العلماء، وهذا سيسرع ويعمل على إيجاد منتجات ذات جودة عالية بدل المنتجات التي حقيقة تكون بسعر أقل بكثير ولكن ذات مثلا آثار سلبية على صحة وسلامة المنتج. هل سيكون هنالك قائمة محددة وواضحة بأسماء هذه المدخلات التي؟ لا شك هذه المدخلات ستكون معتمدة وموثقة بوثائق رسمية وحتى يتم الاعتراف بها، وليس يعني كل ما هو يعني يردنا يتم الاعتراف به. نعم، تحدثتم اليوم عن أن هنالك فساد كبير في ملف الأعلاف بسبب الحيازات الوهمية للمواشي، كيف ستضمن الوزارة اليوم ضبط هذا الملف؟ هذا الملف إن شاء الله نحن نسير بخطى حثيثة وبالتعاون مع أخواننا المزارعين الذين يوضحون لنا يوميا حقيقة عدد الحيازات ويتواصلون مع وزارة الزراعة، والحمد لله يعني هذا أثمر هذا التعاون عن تخفيض المواشي بحوالي 1,100,000 رأس لغاية اليوم. وفي بعض المحافظات وأحكي لك يعني على الهواء انه انخفضت الحيازات بنسبه 60%، يعني بنحكي عن 40% فقط من الحيازات حقيقيه و 60% وهميه. وبلا ادنى شك هناك فساد في هذا الملف، ولذلك ان شاء الله نعمل حتى نهايه هذا العام على قرارنا ان ينفذ وان نخفض المواشي الى وضعها الطبيعي، لذلك ينعكس هذا على المزارع وعلى كميه المادتي النخاله والشعير، وبناء على ذلك احنا اتخذنا قرار مع اخواننا في وزاره الصناعه والتجاره لدعم مربي المواشي زياده 5 كيلو في فتره 11 و12 و1 و2 وهي فتره المواليد، وهذه حقيقه يحتاجها المزارع الحقيقي. نعم، بعد قرار تخفيض الحيازات الوهميه بمقدار 1,200,000 راس، هل سيكون هنالك تعداد جديد، وما هي الاليه التي يمكن من خلالها اليوم ضبط مسألة الحيازات الوهمية؟ سنستمر حتى نصفر كل الحيازات الوهمية بنسبة 100%،
الان نجحنا بنسبه يعني قد تصل نسبه الى 60 70% الى تصفير الحيز الاقليميه، لكن ان شاء الله احنا من خلال الترقيم واليات حديثه بالترقيم ان شاء الله نامل الى تصفير الحيز الاقليميه. نعم، بشكل سريع اذا ما اردنا اجمال ماهيه الدعم المقرر في العام المقبل لاصحاب المواشي. للآن نحن سعر العلف عالميا مرتفع ويكلفنا تقريبا طن حوالي 50 دينار كل طن شعير، وأيضا مادة النخالة بنصف سعرها العالمي أيضا تباع للمزارع، لكن نأمل أنه إحنا من خلال تخفيف الاستنزاف في هذا الملف أنه إحنا وإن شاء الله يكون أيضا ينخفض سعر العلف عالميا، وبالتالي ستكون يعني الأمور تحت السيطرة. نعم، شكرا جزيلا لك وزير الزراعة المهندس خالد الحنفات، كنت معنا عبر الهاتف.